السلام عليكم جميعا. في درس جديد لشرح جميع ادوات الارك تول بوكس. في هذا الفيديو شرح جميع ادوات التحويل الكونفيرجن تولز. وقبل متابعة الفيديو يفضل المشاهدة لأي شخص مستواه فوق الأساسي في برامج الارك جي اس لتسهيل الفهم والشرح. طبعا موجود عندنا جدول اكسل في جميع ادوات التحويل. طبعا هي عندنا احنا هون صندوق ادوات التحويل. طبعا موجود عندنا 55 اداة بالإضافة للتول سيت مجموعة البيانات. ففي عندنا كل مجموعة بيانات بداخلها عدد من الأدوات. مجموع هاي الأدوات 55 أداة. عندنا هون جدول الإكسل موجود عندنا اسم ومسار كل أداة بالإضافة لوصف الأداة. عندنا كما ذكرت 55 أداة، كل أداة باللون الأحمر. طبعا هذا الإكسل أي شخص بده يحصل على هذا الجدول بإمكانه ترك تعليق في هذا الفيديو، وسيتم إرسال رابط فيه تنزيل ملف الإكسل هذا. لكن باقي الشرح والمدخلات المطلوبة لكل أداة تابع هذا الفيديو لفهم كل ما يتعلق بجميع الأدوات داخل صندوق أدوات التحويل. وبنرجع إحنا على الأرك ماب. قبل شرح الأدوات يفضل معرفة وفهم ما المقصود بأدوات التحويل وما المقصود بمجموعات الأدوات الداخل صندوق أدوات التحويل. يعني في عنا هدول التول سيت مجموعة البيانات نفهم شو مقصود فيهم بالإضافة لصندوق التحويل. طبعا الشرح راح يكون من خلال موقع جي اس فور وي. بنروح احنا كيف بدنا نفهم جميع هدول الأدوات. بنروح على أي متصفح نكتب فوق جي اس فور وي دوت كوم. طبعا هذا الموقع مهم جدا لكل شخص مهتم في نظم المعلومات الجغرافية والمساحة. طبعا موجود عندنا دورات مستوى مبتدئ ومتوسط ومتقدم، وفي عندنا برامج نقدر احنا ننزل او طرق تنزيل برامج وتفعيلها مدى الحياة، بالاضافة لجميع الادوات وجميع صناديق الادوات داخل برامج الارك جي اس. بالاضافة في عندنا مقالات ودراسات بتخص الجي اي اس، وفي عندنا ايضا قسم خاص في المعلومات الجغرافية. اذا بعد ما دخلنا على الصفحة الرئيسية لهذا الموقع احنا بنقدر نروح نعمل كوبي لاسم ادوات التحويل. هاي عملنا كوبي، وبنروح على الموقع على اداة البحث وبنكتب ما تم نسخه. هاي كنترول في اللي هو الكونفيرجن تولز، نضغط على انتر بيجي عندنا اكثر من مقال فيه كلمة كونفيرجن تولز. في عندنا اول اشي مقال باللغة الانجليزية وثاني مقال وهو المطلوب. طبعا ندخل على هذا المقال. في هذا المقال طبعا في وصف كامل لصندوق ادوات التحويل ومجموعة البيانات التول سيت داخل صندوق التحويل. طبعا في عندنا التنقل السريع، احنا بنقدر نروح مثلا انا في عندي اكثر من مجموعة، مثلا بدي افهم شو المقصود بمجموعة التوراستر، بروح على التنقل السريع وبضغط على توراستر، بنكل مباشرة على صندوق الادوات الخاصة في توراستر. نطلع المقال بالاول. طبعا عندنا العنوان اللي هي نظرة عامة عن صندوق ادوات التحويل. طبعا يحتوي مربع او صندوق ادوات التحويل على ادوات تقوم بتحويل البيانات بين تنسيقات مختلفة، او بمعنى اخر انه في عندنا كتير بيانات خارج بيئة الارك جي اس او بداخل بيئة الارك جي اس بنقوم بالتحويل بيناتهم. هاي الفكرة العامة لصندوق ادوات التحويل. اما بالنسبة لمجموعة البيانات، في عنا اول مجموعة خاصة بجداول الاكسل. يعني في عنا ادوات بتقوم بتحويل جدول اكسل لتيبل او اي جدول داخل اي طبقة التيبل من حوله لاكسل. طبعا في عنا مجموعة ادوات خاصة بالجي بي اس اللي احنا بنقدر ناخذ ملف فيه نقاط احداثيات مستخرجة من الجي بي اس طبعا، وبنقوم بتحويل هدول المخرجات لنقاط بوينت داخل برامج الارك جي اس. في عنا مجموعة بيانات الفروم كي ام ال تول سيت. اذا انا قمت بتصدير ملف من جوجل ايرث بقوم بتحويل هذا الملف من جوجل ايرث الى بيئة ارك جي اس، الى طبقات داخل برنامج الارك جي اس. في عنا مجموعة ادوات خاصة بالبي دي اف بقوم بتحويل ملفات البي دي اف لتيف. في عنا فروم راستر. طبعا شو المقصود بالراستر؟ راستر المقصود فيها البيانات النقطية اللي هي يعني اللي بتتمثل على شكل خلايا اللي هي صور ومخرجات الاستشعار عن بعد والصور الجوية والفضائية والبيانات المستخرجة من كثير من الادوات داخل الارك جي اس بتيجي على شكل صورة يعني نقطية راستر داتا. فعندنا ادوات خاصة
من الراستر. ايضا في عندنا مجموعة ادوات خاصة بال WFS اللي هي بتوفر مجموعة ادوات تقوم بتحويل الميزات يعني المعالم والظواهر الجغرافية من ال WFS الى فئة ميزات. فئة ميزات اللي هي الفيتشر كلاس يعني اللي هي الطبقة داخل قاعدة البيانات الجغرافية. في عندنا مجموعة ادوات الجونسون، طبعا بتكون ادوات بتحويل ملفات الجونسون الى معالم فيتشر او العكس من معالم فيتشرز الى ملفات جونسون. في عندنا مجموعة ادوات خاصة بالبيانات الوصفية، المقصود فيها اللي هي بيانات التعريف، يعني تقوم هذه الادوات بمعالجة البيانات التعريفية لعناصر الارك جي اس وملفات البيانات التعريفية المستقلة اللي هي الاكس ام ال. طبعا في عندنا ايضا مجموعة ادوات خاصة في الكاد اللي هو الاوتوكاد، بتكون يعني ادوات بتحول من ارك جي اس لاوتوكاد او من اوتوكاد للجي اي اس. في عندنا مجموعة ادوات خاصة في بيانات الكلادة، ايضا نكون بتحويل بين بيئة الارك جي اس والكلادة. في عندنا مجموعة ادوات خاصة بالغلاف الكفرج، في عندنا مجموعة ادوات خاصة بالدي بيس لتخزين السمات، يعني المقصود بالسمات اللي هي الاتريبيوت تيبل، وتقوم بربطها بميزات ومعالم الشيب فايل. ايضا في عندنا الى قاعدة بيانات جغرافية 2G داتابيس، مجموعة ادوات خاصة بتكون بتحويل البيانات والطبقات الى جيو داتابيس. ايضا متوفر عندنا ادوات خاصة بالجيو باكيج والكي ام ال، طبعا الكي ام ال اللي هي الخاصة بيانات من جوجل ايرث، يعني احنا نقدر نكون باستيراد بيانات من جوجل ايرث مثلا طبقة نقطية او بوليجون نرسم على جوجل ايرث، وهذا اللي رسمنا على جوجل ايرث نقدر احنا نحوله لبوليجون داخل بيئة الارك جي اس. مجموعة بيانات اللي هي تراستر، يعني الى يعني نكون بتحويل بيانات معينة بنحولها الى بيانات نقطية راستر داتا. وايضا في عنا متوفر عنا ادوات خاصة بالشيب فايل، بنقدر احنا نحول البيانات الى شيب فايل. طبعا احنا هيك اخذنا فكرة عامة عن جميع مجموعات الادوات داخل ادوات التحليل او صندوق ادوات التحليل. وقبل شرح جميع الادوات يفضل الدخول على هذا المقال، لو رحنا على الصفحة الرئيسية داخل هذا الموقع وكتبنا هون في البحث مقدمة المرحلة الثانية، ندخل على هذا المقال اللي بيظهر لنا في أول المقالات، بعدها بننزل لتحت شوي من هذا المقال في عنا الملاحظات. طبعا هذا مهم جدا الواحد قراءتها قبل فهم وشرح جميع الأدوات، لأنه في عنا مصطلحات لما نحولها من إنجليزي إلى عربي لازم الجميع يكون عارفها. يعني مثلا كلمة معالم أو ميزات اللي هي الفيتشرز، معلم أو ميزة المقصود فيها الظواهر الجغرافية، يعني في عنا طبقة خاصة في الشوارع فيها مثلا 20 شارع أو 20 طريق، كل طريق يعتبر فيتشرز، الفيتشر اللي هي المعلم أو الميزة. أما بالنسبة لمصطلح الفيتشر كلاس اللي هو فئة الميزة أو فئة المعلم، يعني الطبقة داخل قاعدة البيانات الجغرافية. طبعا الطبقة الموجودة داخل قاعدة البيانات بيكون اسمها فيتشر كلاس، أما إذا كانت الطبقة لوحدها بيكون اسمها شيب فايل. أما السمة والسمات مقصود فيها جدول البيانات الأتريبيوت تيبل. طبعا النقطية يعني احنا لما نروح على الارك ماب في عنا تراستر، شو المقصود بالراستر؟ لما نروح نترجمه للعربي بيظهر عنا مصطلح النقطية او البيانات النقطية الراستر داتا. اذا النقطية المقصود فيها يعني الراستر داتا، وهي بتتمثل من خلال حجم الخلايا زي بيانات الصور الخرائط اللي بنعملهم مسح ضوئي سكانر ومخرجات الاستشعار عن بعد والصور الجوية والفضائية، هذه المقصود فيها النقطية او الراستر داتا. اما بالنسبة للبيانات المتجهة اللي هي بتتمثل على شكل نقطة او خط او مضلع نحكي لها بالعربي بيانات متجهة. طبعا اي طبقة بنكون باضافتها داخل جدول المحتويات اللي هو التيبل اوف كونتنت بكون اسمها لاير. هاي في عنا جدول المحتويات، اي طبقة بتكون موجودة عنا هون بكون اسمها لاير. اذا ننطلق على شرح الادوات، لو رحنا على اول مجموعة ادوات في عنا خاصة بالاكسل، مثلا في عنا اداة اسمها اكسل تو تيبل، يعني تحويل جدول اكسل لتيبل. طبعا احنا كيف نفهم هاي الاداة؟ طبعا احنا موجود عنا يعني وصف او شرح باللغة الانجليزية، في عنا اسم الاداة اكسل تو تيبل، طبعا بتكون بتحويل المايكروسوفت اكسل ملفات المايكروسوفت اكسل الى جدول، جدول اللي هي بتكون بقرأها برامج الار جي اس اللي هو التيبل. هيك انا ترجمت شو المقصود بالاداة الاكسل تو تيبل. للتوضيح اكثر لو رحنا عملنا كنترول سي نسخ على اكسل تو تيبل، رحنا على هذا الموقع جي اس فور وي ورحنا على اداة البحث وعملنا لصق
اكسل تو تيبل بيظهر عندنا جميع المقالات اللي لهم خاص بكلمة اكسل تو تيبل. طبعا هي في عندنا اول أداة او حتى موجود عندنا أداتين مع بعض بنفس المقال ندخل عليهم، عندنا اكسل تو تيبل وتيبل تو اكسل. تحويل الاكسل يعني تحويل جدول اكسل لتيبل او اي جدول موجود في عندنا باي طبقة. مثلا احنا في عندنا طبقة للمباني بدنا نقوم بتصدير الاتريبيوت تيبل لجدول اكسل، نستخدم اداة التيبل تو اكسل. طبعا التنقل السريع في عندنا اول اشي هاي الاداة الاولى وبعدها الاداة الثانية. ايضا موجود عندنا صورة الاداة اللي هي الاكسل تو تيبل، في عندنا ثلاث مدخلات، بالاضافة لذلك في عندنا مسار كيف احنا نقدر نوصل لهاي الاداة موجودة في الاكسل تو تيبل، الاداة اسمها موجودة داخل مجموعة بيانات الاكسل وداخل الكونفيرجن تول صندوق ادوات التحويل. هيك احنا عرفنا نوصل لهاي الاداة. اما بالنسبة للشرح في عندنا احنا هون ثلاث مدخلات، واحد واثنين وثلاث. المقصود بالمدخل الاول او قبل ما نعرف شو المقصود بالمدخل الاول، في عندنا الوصف، وصف هاي الاداة يحول ملفات المايكروسوفت اكسل الى جدول. اما بالنسبة للمدخلات الثلاث، اول مدخل انبوت اكسل يعني ملف الاكسل المدخل المراد تحويله، كذلك الجدول الاخراج وين احنا بنكون بحفظ الجدول اللي راح يخرج من هاي الاداة. الشيت طبعا مقصود فيها الورقة، يعني اي جدول اكسل بيكون بتكون من عدة ورقات من عدة شيت. مثلا انا بدي اقوم بتحويل الشيت رقمه 3، بختار في هذا الخيار اسم الشيت رقمه 3. نفس الاشي الاداة الثانية اللي هي اسمها تيبل تو اكسل، موجود عندنا اربع مدخلات. لو رحنا على هاي الاداة داخل الارك ماب هاي تيبل تو اكسل، موجود عندنا 1 و2 و3 و4. مثلا اول خيارين احنا عارفين شو هم، لكن الخيار الثالث والرابع مش عارفين شو المقصود فيهم. طبعا الخيار رقم 3 انه يستخدم الحقول اللي لها اسم مستعار. اما الخيار رقم 4 اذا كان موجود عندنا دومين وسب تايب، اذا فعلنا هذا الخيار بيستخدم الدومين في الوصف، واذا فعلنا هذا الخيار راح يستخدم الاسم المستعار لجميع الحقول. طبعا كيف احنا عرفنا هاي الامور؟ لما نضغط على هذا الخيار بيظهر عندنا كلام في الانجليزي، انا قمت بترجمته على هذا الموقع. لو رحنا على رقم 3، المدخل رقم 3، يعني كيف يتم تحديد اسماء الاعمدة اللي هي الحقول في الاخراج. اذا حطينا محدد تم التحديد، بتم يعني اخذ بالاعتبار عند التحويل اسم الاسماء المستعارة لجميع الحقول. اما اذا كان غير محدد بيستخدم اسم الحقل الاصلي. فانا هيك فهمت كيف استخدم هذه الاداة. كذلك بنفس الطريقة انا بروح بستخدم اي اداة موجودة عندي. يعني مثلا انا خلينا نروح على مجموعة ثانية، مثلا في عنا تراستر، في عنا مثلا اداة البوينت تراستر يعني طبقة نقطية بدنا نحولها الى بيانات نقطية. طبعا انا كيف بدي افهم هاي الاداة؟ بروح بعملها كنترول سي، بظللها وبعمل نسخ، بروح على الموقع ونلصق بوينت تو راستر، نضغط انتر، بيظهر عندنا اكثر من خيار. هاي في عندنا بوينت تو راستر وفي معها برضو اداة تانية، لكن انا بهمني الاداة البوينت تو راستر. وعشان انا بدي اداة البوينت تو راستر من خلال التنقل السريع، بضغط على بوينت تو راستر، اجت عندي المكان المخصص لشرح هاي الاداة. طبعا هاي الاداة موجودة، هاي مكان الوجود لهاي الاداة. ايضا وصف هاي الاداة بيكون بتحويل المعالم النقطية. طبعا المعالم النقطية المقصود فيها المعالم والميزات والظواهر الجغرافية، بتتمثل على شكل بوينت ولاين وبوليجون، لكن احنا عندنا هون بوينت، يعني في عندنا معالم نقطية بتم تحويلها الى مجموعة بيانات نقطية راستر داتا. واذا انا بدي افهم المدخلات الموجودة عندي، مثلا عندي الفاليو فيلد شو المقصود فيه، بروح على نفس المقال اللي هي قيمة الحقل. يعني انا مثلا بدي اقوم بتحويل نقاط في حقل الارتفاعات، مثلا بروح بختار في هذا قيمة الحقل الحقل الخاص في الطبقة النقطية اللي بعبر عن الارتفاعات. فبناء على هذا الحقل انا بقوم بانشاء بيانات نقطية. طبعا مشاهدينا الاعزاء انا قمت بشرح ادوات التحويل، لكن انا بقدر اي اداة موجودة في الارك تول بوكس، مش شرط انه تكون في ادوات التحويل، موجودة باي صندوق ادوات. مثلا لو رحنا على ادوات البارسل فابريك، مثلا في عندنا الكوبي بارسل فابريك، بنفس الطريقة اقدر اعملها كوبي
على الموقع بروح بعمل كنترول في لصق، عندي اسم الأداة نسخ نسيج قطع الأراضي، بضغط عليها وهيك أنا فهمت شو المقصود بهذه الأداة. بتمنى من الجميع أن أخذ فكرة كيف يكون بفهم جميع الأدوات الأركتل بوكس، وشكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.